السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم السبت خمسة آب أغسطس طبعا في حوار في نهاية الحلقة بسبب هذا التغيير المفاجئ اللي صار على القناة اللي بهمه هذا الموضوع يرجع يعني يحضر نهاية الحلقة لأنه الدردشة راح تكون في النهاية طبعا القمر اليوم موجود في برج الحوت برج الحوت معروف عنه انه هو بركز على الناحيه النفسيه والناحيه الروحيه بنشعر بالضياع وما بننجح في التركيز على موضوع معين بنتذمر وبنكشف عن متاعبنا للغير وبنجد صعوبه في اتخاذ قرار حاسم قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بينزوا جانبا وبيذرفوا الدمع بعيد عن اعين الاخرين وقسم كبير أيضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض أو الشعور بعدم الارتياح النفسي طبعا هذا التأثير راح يظل لغاية ساعات الصباح لحد ما القمر ينتقل برج الحمل في عنا برضو خلو مسار وعنا زاوية أيضا هذا اليوم بالنسبة للزاوية المتشكلة خلال هذا اليوم هي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين بلوتو طبعا راح تكون ذروتها الساعه 21 دقيقه من فجر اليوم السبت ورح تظل ماثره تقريبا طيله النهار بتعزز قدرتنا على السيطره على مشاعرنا وافكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبه تمنحنا حكم صائب ومواهب روحانيه وبتدفعنا للابداع في عنا خلو مسار أيضا خلو المسار هذا رح يبدأ الساعة 21 دقيقة فجرا من فجر اليوم السبت بتوقيت غرينيتش ورح ينتقل القمر الساعة 3 و 19 دقيقة يعني بنتهي خلو المسار الساعة 3 و 19 دقيقة من صباح اليوم السبت لا ينتقل القمر بعدها لبرج الحمل فترة خلو المسار هاي اللي مدتها ساعتين اللي هي من الساعة 21 دقيقة للساعة 23 دقيقة صباحا فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار جدول خلو المسار للشهر كامل موجود في صندوق الوصف الساعة ثلاثة وتسعة عشر دقيقة القمر رح ينتقل لبرج الحمل ورح يظل موجود في برج الحمل حتى صباح يوم الاثنين سبعة ثمانية طبعا بصير عندنا نشاط عالي جدا بخلال الفترة القادمة نشعر بطاقة كبيرة للعمل منكون أكثر تصميما طبعا هذا التأثير على جميع الأبراج منصير أكثر استقلالية ممكن أن نبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أن نتسرع بتصرفاتنا أو نتهور أيضا يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة من أيضا في هذه الفترة أن أقل صبر في التعامل مع الغير وهذا الشيء ممكن يوقعنا في متاعب ومشدات غير مرغوب فيها بنفقد دبلوماسيتنا ونصير أكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن إجراء فحص للعيون إذا استدعى الأمر لذلك ويمكننا أيضا إدخال تعديل على قصة الشعر أو إقامة حفل ما وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لمواليد برج الحمل طبعا راح يظل لغاية ساعات الصباح التعب مسيطر عليكم لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب رغم أنه ما في مخاطر كثيرة ولكن تشعر هيك انه طاقتك شوي نازله، تشعر بالتعب في بعض الاوقات، ممكن يعني هيك يزعجك بعض يعني تصرف بعض الاشخاص معك انه وعدوك باشياء والغوا وعودهم فجاه، طبعا هذا شيء متوقع لانه القمر في بيت المتاعب. اما من ساعات الصباح فالقمر بينتقل وبيوصل لعندك فبتبداوا فتره افضل بتعيد لكم نشاطكم المفقود، طاقتكم عاليه جدا. وحيوية عالية جدا، تشعر كانه اليوم صار فيه سحر من ساعات الصباح، بيختلف مزاجك وطاقتك وحيويتك، بتبادر لاعمال جديدة ولكن بدك تحذر من المزاج والعصبية والكلام اثناء التعامل مع الغير لانه في بعض الاوقات ممكن تفقد السيطرة على اعصابك. برج الثور بالنسبة لمواليد برج الثور طبعا القمر بيقترب من بيت المتاعب بدأت الطاقة تنزل شوي شوي الآن ولكن بظل في نشاط لغاية ساعات الصباح ما بينكم وما بين الأصدقاء في مناسبات اجتماعية أو لقاءات ودية بظل في نوع من أنواع التواصل الاجتماعي اللي ممكن أنك تستغله لغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح فهنا القمر بوصل لبيت المتاعب فبتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم بالانتباه أكثر لصحتكم حيويتكم طاقتكم فبدكم تحذروا من الدخول في أي مناقشات أو جدال مع الأصدقاء وحاولوا أنكم ما تبدأوا بأي شيء جديد اعملوا بشكل روتيني بالفترة القادمة ولكن أهم شيء أنك تنتبه لصحتك من بعض التقلبات برج الجوزاء بالنسبة لمواليد برج الجوزاء طبعا القمر رح يظل موجود في بيت السمعة لغاية ساعات الصباح وبتظل هاي فترة جيدة للأشخاص اللي بدهم يقدموا طلبات لعمل أو بدهم يتواصلوا مع المسؤولين أو بدهم ينجزوا بعض الأعمال أو يعززوا أو يستغلوا بعض علاقاتهم الاجتماعية كواسطة أو نوع من أنواع الدعم ولكن الأهم أنكم تحافظوا على سمعتكم من أي خطوات ممكن أنها تشوه سمعتكم مجازفة، مغامرة، اشياء من هذا القبيل. اما من ساعات الصباح فهنا النشاط بصير عالي جدا اجتماعيا، لانه راح تنشطوا اجتماعيا وممكن اليوم يتوجه لكم دعوة لحضور حفلة او مناسبة وبتسعدوا من لقاء الاصدقاء او بتلتقوا باشخاص بترتاحوا لصحبتهم. بوسعكم تحقيق امنيه بمساعدة صديق. برج السرطان بالنسبة لمواليد برج السرطان راح يظل في نشاط وحيوية عالية جدا على مستوى الاتصالات البعيدة والمناقشات والحوارات وبظل الجو جيد لمقابلة أو امتحان أو سفر حتى ولكن الأهم أنه ما تتسرعوا على الطرقات أثناء قيادة السيارات واللي عنده امتحان ما يعتمد كثير على الحظوظ لأنه في عنا خلو مسار برضه بامكانكم تعزيز العلاقة مع الأحباء خلال هذه الأوقات. أما من ساعات الصباح فالأجواء بتصير تركز على العمل أكثر والعلاقات مع المسؤولين. بتدخلوا في فترة ممتازة جدا للأشخاص اللي بدهم يقدموا طلبات على عمل أو بيبحثوا عن عمل أو بدهم يعززوا علاقاتهم مع المسؤولين أو إنجاز أعمال ممكن إنها تكون تعمل لهم شهرة أو ترقيهم أو ترفعهم درجة ولكن الأهم أنه ما تشوه سمعتكم بتصرفاتكم لأنه هذا بيت السمعة أي تصرف محسوب عليكم برج الأسد بالنسبة لمواليد برج الأسد رح يظل التركيز على الأموال المشتركة لغاية ساعات الصباح ممكن تقوموا بتفحص حساب مشترك أو تهتموا بفواتير أو دفعات أو أشياء لها علاقة بمطالبة بتحصيل بعض المستحقات الأجواء جيدة وداعمة وممكن تهتموا بأمور لها علاقة بقرض أو حتى تسوية ما بينك وبين أشخاص أنت مدان بالنسبة لهم الأهم أنك ما تغامر ماليا وما تداين حد فلوس وانتبه من المحتالين اما من ساعات الصباح فبتنشطوا في الاتصالات البعيدة والسفر البعيد والتعامل مع الاجانب وبتنجحوا بالمحافظة على مصالحكم الاجتماعية الاجواء جيدة حتى على المستوى العاطفي ومستوى الامتحانات والاستيراد والتصدير واللي بيشتغلوا في مجال التجارة ولكن بدكم تنتبهوا اثناء السفر تتفقدوا كل اوراقكم وامتعتكم عليكم عدم التسرع اثناء القياده والتنقلات والحوارات ايضا. برج العذراء بالنسبه لمواليد برج العذراء طبعا القمر ما زال موجود مقابلكم تماما عشان هيك لسه طاقتكم نازله ولكن الاجواء جيده للاهتمام حول تعزيز شراكاتكم او تعزيز علاقاتكم مع شركائكم ما ازواج او شركاء عمل، الاهم من هذا كله ضبط الاعصاب ومراقبه التقلبات الصحيه. ممكن شوي بعض الاحداث تستفزك مطلوب من منك تضبط اعصابك. اما من ساعات الصباح فالاجواء بتتغير بشكل ايجابي، هنا بصير التركيز على المال، ممكن اليوم تحصلوا على بعض المكاسب الماليه او تعيدوا تنظيم اموركم الماليه المشتركه، اي اي مال معك شريك فيه اللي هو زوجك زوجتك بنك ضريبة تأمين هاي الأمور أموال مشتركة اسمها أهم شيء أنه ما تغمروا أو في المسائل المالية كمشاريع أو دخول بمجازفات مالية احذروا من النزاعات مع الشريك في العاطفة أو المنزل أو المسائل العائلية الطارئة وحاول أنك يعني تكون حذر شوي عشان ما تكبر المشاكل برج الميزان بالنسبة لمواليد برج الميزان طبعا بدكم تواصلوا أعمال اللي بدأتوا فيها لأن القمر الآن بدأ في مراحل المقابلة في بعض الاهتمام على المستوى الصحي أو تشعروا ببعض الإرهاق والتعب وعندكم كثير من الأعمال اللي بدكم تنجزوها ولكن كثرة الانشغالات حتى لو انشغال نفسي بيلهيكم عن إتمام بعض هاي الأعمال فعشان هيك بدكم تراقبوا صحتكم بشكل جيد وبدكم تراقبوا اعمالكم ما تخلوها تتراكم وانجزوا الاعمال المهمه والضروريه اما من ساعات الصباح فهنا القمر بصير مقابلكم تماما فبترغبوا في تعزيز شراكاتكم والاهتمام بمسائل لها علاقة بشريك المال أو شريك العاطفة ممكن تتناقشوا أو تتحاوروا أو يكون في بعض المصالحات خلال هذا اليوم ولكن الأهم بدكم تنتبهوا من الأمور الصحية وتدني الطاقة عندكم وأيضا الأشخاص اللي ممكن يستفزوكوا بتصرفاتهم أو بكلامهم برج العقرب بالنسبة لمواليد برج العقرب طبعا القمر رح يضل موجود في البيت الخامس اللي هو بيت العاطفي فبتضل العاطفي قوية عندكم وبتميلوا للتقرب من احبائكم والتجاوب معهم ممكن يكون في موضوع له علاقه باحد الابناء او امر بيتعلق بهوايه ترفيه تغيير جو اشياء من هذا القبيل الاجواء جيده وداعمه لإلكم ولكن بدون ما تفرضوا سلطتكم وتتحكموا بالاحباب اما من ساعات الصباح القمر راح ينتقل للبيت السادس فهنا بتكون تنتبهوا لصحتكم يعني بيغلب عليكم اليوم نوع من أنواع العصبية والعنف وخاصة مع الحبيب أو مع الأولاد فبدكم تحذروا الأهم اليوم من كثرة الانشغالات ممكن ما يكون عندك وقت للراحة أهم إشي إنك ما تشتت حالك بأعمال مش مهمة ركز على الإشي المهم بالبداية انجزه بعدين انتقل لعمل آخر الأهم برضو إنك تراقب صحتك من بعض التقلبات برج القوس بالنسبة لمواليد برج القوس التركيز رح يضل على مسائل إلها علاقة بالبيت والعائلة لغاية ساعات الصباح ممكن يصير في حدث معين يلفت انتباهك أو سوء تفاهم أو نقاش عائلي حاد الأهم ضبط الأعصاب بعض الأشخاص ممكن يكون عندهم تغيير في المسكن أو بعض الاهتمامات اللي لها علاقة بتصليحات أو ترميمات أو من هذا القبيل من ساعات الصباح الأجواء راح تتغير بشكل كامل لأن القمر راح يصير في البيت الخامس فهنا الحظ راح يدعمكم وراح ترغبوا في التقرب والتفاهم مع أحبائكم في منكم راح يمارس هواية اليوم أو يغير الجو أو يغير مظهره أو حتى يهتم بعواطفه أكثر أو ممكن يكون عندكم مناسبة أو احتفال على مستوى البيت والعائلة ولكن حاول أنك ما تفتعل أي خلاف في المنزل أو مع أحد الأحبة أو أفراد العائلة لأنه مزاجك حاد وأي شيء بيستفزك برج الجديد بالنسبه لمواليد برج الجدي طبعا اللي بده يتقدم لامتحان بده يركز بشكل جيد من الان ولغايه ساعات الصباح رغم انه الاجواء جيده للتنقلات والاتصالات والحوارات ولكن لا تعتمدوا على الحظوظ كثيره وانتبهوا اثناء قيادتكم للسياره او اثناء حركتكم من الاصابات ممكن يصير في مساله لها علاقه باخ او جار تلفت انتباهك أما من ساعات الصباح فهنا بتفضلوا التركيز على الأجواء البيتية والعائلية ممكن تهتموا بتصليحات أو ترميمات أو مناسبات عائلية أكثر وممكن يكون في حدث عائلي تهتم فيه بشكل كبير أو ولكن ب... بدك تحذر من مزاجك لأنه في نوع من أنواع العدوانية فهذا الشيء ممكن يسبب خلافات أو سوء تفاهم عليك الحذر اثناء التنقلات وقيادة السيارة زي ما ذكرنا. برج الدلو بالنسبة لمواليد برج الدلو طبعا بضل التركيز على الأمور المالية في بعض المكاسب المالية ولكن بسبب خلو المسار بنقول لك حاول انك تتجنب شراء اي حاجيه ثمينه، خفف من النفقات قدر المستطاع وانتبه على اموالك من السرقه او الضياع. ممكن تحصل على هديه او وعود لمساله قادمه في الايام القادمه الها علاقه بتطوير وضعك المالي او حل مساله ماليه، الاهم زي ما حكينا تنتبه من المحتالين والنصابين خلال هذا اليوم. اما من ساعات الصباح فهنا بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات من المحتمل أنك تعاني أو يعاني البعض منكم من مشاكل أو نزاعات مع رفيقه أو رئيسه في العمل أو الزوج لأسباب بتعود للمال ولكن بظل في نشاط وحيوية عالية جدا واتصالات ومواصلات ممكن تهتم بسيارتك أو تهتم بأجهزة إلكترونية أو بأحد الإخوة والجيران، الأجواء تقريباً بنقدر نحكي ممتازة جداً على المستوى العاطفي أيضاً، ولكن العصبية أهم شيء إنك تسيطر عليها. برج الحوت بالنسبة لمواليد برج الحوت طبعاً بظل في نشاط وحيوية، طاقتكم ممتازة، القمر موجود عندكم، ولكن حاولوا انكم ما تبادروا باي عمل جديد لانه فتره خلو مسار بظل في نوع من انواع الرغبه للتواصل مع الاحبه اما من ساعات الصباح فهنا القمر راح يصير في البيت الثاني اللي هو له علاقه بالمال فهنا بتنهمكم في ضبط ميزانيتكم خلال اليوم هاد ممكن تحصلوا على بعض المكاسب المالية اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو هبات أو نوع من أنواع الدعم ولكن الأهم أنه يعني مزاجك سيء بدك تكون يعني عندك صبر وتحاول أنك تمسك أعصابك من النزاعات مع محيطك ولكن إجمالا اليوم إذا استغليته بشكل جيد على المستوى المالي رح تحقق مكاسب ممتازة جدا أو هدايا أو نوع من أنواع الدعم وصلنا لنهاية الحلقة طبعا شو سبب هذا التغيير أول شيء الحلقة طويلة يعني أنا بسجل حلقة تقريبا ما بين 25 دقيقة لثلاثين دقيقة هذا الوقت أنا بدفع ثمن فلوس للاستوديو والمكان اللي أنا بسجل فيه اثنين عملية المردود اللي بتجيني من اليوتيوب أصبحت قليلة جدا يعني أنا الحلقة كلها يهدوب سبعة دولار ثمانية دولار ستة دولار هيك يعني غير انه في بعض الاشخاص الله يجزيهم الخير منتسبين في القناة يعني ممكن بيجيني خمسة 40 دولار بالشهر من من الانتساب وبعض الاشخاص بيدعموني اللي هو بالتشكرات بالتحويلات بالاشياء اللي زي هيك يعني تقريبا بنفس القيمه فلما أنا أحسبها أنا بدفع على الحلقة في الاستوديو للساعة الواحدة كاستئجار 25 دينار أردني يعني أنت بتحكي ب 30 دولار وأكثر فالحلقة هاي بالنسبة لي أصبحت مخسر أول إشي ما بقدر أنا أتمم هذا الأمر وما بقدر أستمر عليه لو عندي أجهزة أو عندي معدات ما برجع زي الأول بسجل حلقات بكم هائل ولكن بدي أختصر الوقت بمعنى آخر إني أنا بدل ما أسجل حلقة بصير أسجل أكثر من حلقة في الساعة هاي كاختصار للوقت، وبعطي المعلومات الأساسية في الأيام اللي بصير فيها بداية تأثيرات زاوية من الزوايا البطيئة بنذكرها، ولما تصير ذروتها بنذكرها، يعني بنختصر بدل ما نضلنا نعيد بنفس الزوايا في نفس اليوم، تقليل نوع تقليل الكلام. وبدل ما أنا أذكر الزوايا اللي ذكرتها يوم أمس أذكرها اليوم وأذكرها بكرة بذكر نفس الزوايا وتأثيراتها الأمر الثاني والأمر اللي يعني خلاني أخذ على خاطري شوي أول إشي الناس مش فاهمة إنه أنا دعمكم بالكتابة واللايكات والأمور هاي هي بتطلع المحتوى على محرك البحث يعني في ناس بتصير تشوف المحتوى والحلقة هذا التقصير لظروفكم ما بعرف شو السبب وراه هي ولكن مشينا الامور ولكن انه المحتوى تاعي اللي انا بقدمه اشخاص تانيين بتاخذه وبتقدمه بلفه ودوره وبلاقي انا عندهم ستين الف يعني متابع للحلقه الواحده طب انا شو جابرني يعني طب ما انا اروح اكتب له اياها له اياها وخلص يعني واريح راسي انا ليش احكيها انا فانتوا صرتوا عارفين اسلوبي وعارفوا طريقتي ولكن بدكم تعذروني في هذا الامر وهذا الامر اللي راح نمشي عليه في الايام القادمه وراح يكون في حلقات لما بيكون في زوايا بطيئه الها تاثيرات كبيره راح اقوم بعمل حلقات منفصله لإلها ونشرحها بحلقات منفصله بعيده عن التوقعات اليوميه، يعني التوقعات اليوميه بدها تكون بالشكل هذا، في زوايا بنذكرها في خلو مسار يعني جدول خلو المسار موجود في 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 صندوق الوصف دائما بدايه كل شهر الايام الايجابيه محطوطه وايام التجميل محطوطه والتواجد القمر في البروج موجوده انا اعيد ليش فوجدت اني انا لازم انهي هاي الاشياء المرهقه جدا وحاولت اني اختصر الحلقه انا على اساس انه يعني تكون مدتها يعني ما بين 15 دقيقة، 12 دقيقة بهذا المعدل، ولكن أنا اليوم تعمدت إني أنا أسجل هاي، يعني هاي الحلقة خليها من ضمن اللي راحن، على أساس إني أنا أشرح لكم عشان ما يتولوا إيش سبب التغيير اللي صار. إيه، انظروا لمصلحتي، ماشي أنا بعطيكم مصلحتكم، ولكن برضو اطلعوا على مصلحتي، يعني لا وضع صحي، لا وضع نفسي، لا وضع مالي، الامور كلها معاكسه بشكل كامل بالنسبه لي فانا بدل ما اجي اقول والله هذا مقصر بالنسبه لي بدي اسكر هالقناه في متابعين بيستحقوا او حابين انهم يسمعوا المحتوى مني فانا راح اضل ولكن بالطريقه اللي انا بشوفها مناسبه لهذا الموضوع على اساس انه لا ضرر ولا ضرر يعني كثير من الاشياء راح نغيرها ان شاء الله ولكن راح تكون بشكل ان شاء الله انه يتناسب مع الجميع. هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اترككم في رعايه الله وحفظه. الى اللقاء